عبد الغفور ميرات من جديد تلعب الى عبد الحي فورسي، تنزل امام لاعب الفتح الرياضي الانطلاقه من الجهه اليسرى او الجهه اليمنى، تلعب في اتجاه مهدي قرناص. مهدي قرناص يلعب الى ايرفي الى امين عزري، الانطلاقه من هنالك والمسانده من جانب يوسف بالعمري. يوسف بالعمري يلحق بالكره، تمريره مقوسه بهذه الكيفيه، جول جول اول لفريق الفتح الرياضي والمسجل العميد انس باش. انس باش يسجل اول هدف المباراه براسيه وبتمريره دائريه عرضيه من جانب يوسف بالعمري. انس باش كان في المكان المناسب براسيه، يعلن عن اول هدف المباراه. إذن أول هدف المباراة بعد مرور 82 دقيقة لعب. نتابعون الكرة، التمريرة من يوسف بالعمري وراسية العميد أنس باش، يعلن عن أول الأهداف. إذن أنس باش